فهي مستمرة الآن قدما في تحقيق أهدافها المعدلة بعد أن عدلتها في السابق. ونعم الآن كما رأيتم الروبل الروسي، العملة الروسية في تقدم مستمر، كسبت نقاط كثيرة، حتى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن كانت في انخفاض مستمر، الآن وأعلى ارتفاع لها منذ عام 2015، هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لروسيا. هذا يعني أنها كانت مستعدة اقتصاديا لمثل هذه الأمور. طيب برأيك بالفعل هل هذه الحرب ستمتد؟ نحن الآن نتحدث عن دخولها في الشهر الرابع، وهناك أيضا استعداد من الكريملين للمضي قدما أكثر وأكثر في هذه الحرب، وأن لديهم استعدادات كافية لحرب طويلة الأمد. بماذا تعلق؟ أعتقد أن روسيا ستتقدم أكثر إلى أن تتحقق أهدافها بشكل كامل،